دعا رئيس اتحاد الغرف العربيه رئيس غرفه تجاره وصناعه البحرين السيد سمير ناس متخذي القرار وصناع السياسات الاقتصاديه في الدول العربيه الى توحيد مواقفهم واولوياتهم لتعزيز تنافسيتهم الاقتصاديه على المستوى العالمي ومواكبه التطورات الاقتصاديه العالميه الراهنه ومتطلباتها التنموية شاملة الأبعاد وعرب السيد سمير ناس خلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بحضور رؤساء ووفود الدول والاتحادات العربية عن استعداد اتحاد الغرف للدفع بمسارات التعاون والتنسيق في مختلف المسارات الاقتصادية والتجارية مع كل البلدان الأعضاء في اتحاد الغرفة العربية وذلك في إطار السياسات الخارجية الوطنية وبما يحقق المصالح المشتركة وقال رئيس اتحاد الغرف العربية إن البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه رائدة في جهود إرساء السلام والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية وداعم الرئيس للتكامل العربي المشترك في كل المجالات وعلى وجه الخصوص المجالات الاقتصادية باعتبارها ركيزة أساسية للوصول إلى التنمية المستدامة المنشودة